زملائي على التواصل، ونجدد لكم التحية في هذه الانطلاقة الجميلة وشوطنا الخامس والعشرين من ثمة انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه. هذا الشوط خصص لقاية بكار هنا لأبناء القبائل ضمن الأشواط العامة على أرضية هذا الميدان، ميدان الشيحانية للهجن العربية الأصيلة هنا في هذا المهرجان، مهرجان اليوم الوطني لهذه الدولة الغالية، لهذه الدولة المعطاة. هنا نهنيهم بهذا اليوم الجميل حكومة وشعبا أيضا بهذا اليوم الرائع، بهذا اليوم الجليل والعزيز على قلوب الجميع. نسير معكم في هذا الانطلاق، نسير في التحدي، نسير في الإثارة هنا للخمسة كيلومترات التي يتحدن بهن هذه النوعية الجليلة، هذه النوعية القديرة أيضا من الهجنة. المشاركة في هذا المهرجان والجميع أتى للمشاركة من شتى ميادين أيضا دول مجلس التعاون هنا للمشاركة على أرضية هذا الميدان. والصدارة والمقدمة والمركز الأول من تنطلق على الصدارة، ونسير معكم هنا ونبحر في المراكز العشرة الأولى خلال هذا الانطلاق، والفائزة هناك من فازت بالصدارة. على المركز الثاني والمركز الثالث العنود سليمان برواشد لجهني، ولكن أفعال أفعال والعنود والهدارة والقادمة هنا جلايد، جلايد قادمة في هذه اللحظات. والله بياسة مبارك بن حسين بن مبارك لقتبي أيضا قادمة بقيادة محمد بن سلطان المالكي، يا سلام الله. ولكن العنود من انطلقت على الصدارة، انطلقت على المقدمة على المركز الأول سليمان بن رواشد لجهني، وهنا يا سلام مياسة، مياسة على ثاني المراكز مبارك بن سهيل بن مبارك لقتبي من تأتينا على المركز الثاني و300 متر الأخيرة. العنود، العنود مسيطرة على الصدارة، مسيطرة على المقدمة للسيد سليمان بن رواشد لجهني. تهالينا والناموس مشكور يا عبد الله يا عبد الإله بن دخيل الله بن رواشد على هذا الفوز الجميل. تهانينا والناموس والسلام، السلام لأهالي المدينة المنورة هناك على هذا الفوز الجميل. تهانينا لسليمان بن رواشد الجهني على هذا الفوز الجميل. مياسة في المركز الثاني للسيد مبارك بن سير مبارك الكريم، المركز الثالث جلايد محمد بن زايد المنصوري، المركز الرابع أفعال من وصلت رابعا للسيد عامر محمد بن زايد المنصوري، خامسا من وصلت هنا أيضا صرامة لسالم بن صالح بن طرشوم العامي أو صدامة هنا معك بن طرشوم. على المركز الخامس نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا الانطلاق، وهنا ها هي لقطة جميلة لأيضا تصدر العنود لسيد سليمان بن رواشد الجهني من أعلنت الفوز وأعلنت الناموس. والسلام لأهالي المدينة المنورة في هذا الصباح المميز، وسجلت 7 دقائق 45 او 45 ثانية 70 جزء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز الجميل. بينما المركز الثاني اتتنا مشاهدينا الكرام مياسة ب 7 دقائق 48 ثانية 32 جزء من الثانية. تهانينا وناموس للسيد مبارك بن سهيل بن مبارك لقتبي. بينما ثالث المراكز مشاهدينا ومتابعينا الكرام من وصلت هنا جلايد محمد بن زايد بقرفان المنصوري ب 7 دقائق 49 ثانية و 50 جزء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع. التواصل مستمر والاندفاعات مستمرة هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في سن اللقاية.